الصيام جنة، الصيام جنة. موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. الصيام جنة، الصيام جنة، الصيام جنة. موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. الصيام جنة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وبارك لنا فيه. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. مستمعي ومستمعات إذاعة الحياة أفآم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدنا أن نلتقي معكم في حلقة جديدة من برنامج من البرنامج الديني الصيام جنة. وعنوان هذه الحلقة، وهي الجزء الثاني نستطيع نقولها، من التراحم، لأننا تحدثنا في الحلقة الماضية عن مفهوم التراحم ورحمة الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بها، ثم أخذنا بعض المواقف وجزءا من رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم. والآن سنواصل هذه الحلقة في هذا المعنى إن شاء الله. فيسعدني أن أكون مع الشيخ الشادلي العزعوزي في هذه الحلقة، فمرحبا بك الشيخ الشادلي. تقبل الله صيامكم وقيامكم أيها المستمعون الأفاضل، وجعل ذلك في ميزان حسناتكم إن شاء الله. أمين يا رب العالمين. يتغيب علينا اليوم الشيخ رضا الخلادي، سلام على خير، وإن شاء الله يكون معنا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. احنا ما زلنا نواصل ان شاء الله في الحديث عن مواقف الرسول عليه الصلاة والسلام ورحمته بالعالمين، اللي قال فيها ربي سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وذكرنا رحمته بأمته، لو ذكرنا البعض، لأن رحمته بأمته متسعة جدا في كثير من المجالات، كثيرة جدا، والمواقف كثيرة جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كذلك رحيم بالمشركين. وربما السامع يستغرب كيف يكون عليه الصلاة والسلام رحيما بالمشركين. نعم، هو رب سبحانه وتعالى أرسله إلى كافة الناس، والناس هم مشركون ومؤمنون. ولهذا قال له رب سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فروى البخاري ومسلم والترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته إحدى أسنانه الأمامية عليه الصلاة والسلام، وشج في رأسه، جرح في رأسه حتى سال الدم، فجعل يسلت الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله. سبحان الله العلي العظيم. وقد كان شق ذلك على أصحابه شقا شديدا، وقالوا: لو دعوت عليهم. فقال: إني لم أبعث لعانا ولكنني بعثت داعيا ورحمة، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. شيخ الشيد يشوف الحديث هذا من أعظم المواقف اللي تتجلى فيها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. مش بس مسلمين، احنا ماذا بينا نتخيلوه الموقف هذا. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم استشهدوا في هذه المعركة، عمه ومن أقرب المقربين إليه سيدنا حمزة استشهد في هذه المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني جرح وأسنانه تكسرت، والموقف العادي، الموقف الطبيعي اللي اخذوه الصحابة رضوان الله عليهم،
وقت اللي يطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو عليهم. هذا الموقف العادي الطبيعي يعني بشي، لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يبعث لعانا ولم يبعث، بل هو الرحمة المهداة لهذه الأم. يعني شوف إلى أي مستوى ارتقى صلى الله عليه وسلم بالرحمة ليعلمنا وليرشدنا. احنا في بعض الأحيان ما نشعر حمامة بعض، هذا لو قتلوله عمه، هذا قتلوله صحابته، هذا قتل يعني النبي صلى الله عليه وسلم شج، النبي السنة من السنين اتكسرت، ثم يدعو لهم ولا يدعو عليهم. يعني تقريبا ذروة الرحمة الإنسانية تتمثل في المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني مش ممكن أن نتخيل أن ثم إنسان يرقى إلى ما ارتقى إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ الشادلي، في الحديث هذا هو ما اكتفاش أنه ما دعاش عليهم فقط، دعا لهم سبحان الله العظيم، وزاد وقت قال التمس لهم العذر. صحيح سبحان الله، فقال إنهم لا يعلمون. سبحان الله العظيم. وزاد انسبه بنفسه، قال ولكنني اللهم أهدي قومي هذا لرب قومي. سبحان الله، والقمة قمة الرأفة وقمة الإشفاق وقمة الرحمة من تعالى النبي صلى الله عليه وسلم تتجلى في المواقف العظيمة هذه، اللي هو يهديهم واللي هو يرشدهم واللي هو يدعوهم إلى الخير ويدعوهم إلى الرشاد ويدعوهم إلى جنة العرض والسماوات والأرض، ثم يقابلون ذلك بكل عناد وبكل كفر ويقاتلون المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو لهم ثم يجد لهم العذرة وهم أهله اليوم قريش في ذلك. تفضل سخلي بارك الله فيك شيخ الشادلي. ثم موقف آخر أيضا عظيم جدا، موقف الطائف من أشرف المواقف اللي ممكن أنه الإنسان يتعلم منها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تقريبا أنت مهت الموقف هذا، موقف أحد، يعني يوم أحد، وذيك اللي يعرفوه الصحابة السيدة عائشة رضوان الله عليها قالت يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ وانت مازلك شفنا توا يوم أحد وما لقي فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. قال لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. يعني لهنا باش نوضحوا المسألة حتى تتضح للمستمعين، النبي صلى الله عليه وسلم حوصرت دعوته بعد وفاة عمه ووفاة زوجه السيدة خديجة. يعني تقريبا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اتخنقت، حب النبي عليه الصلاة والسلام يخرج ويصدر الدعوة متاعه من مكة إلى خارج مكة إلى الطائف، مع شكون يخرج؟ يخرج مع مولاه اللي هو سيدنا زيد رضي الله عنه. دعاهم ثلاثة، ثقيف يعني رؤساء ثقيف اللي هم مشايخ ثقيف، ما اكتفوش برفض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ما اكتفوش بذلك، قال اكتموا عني، قالوا له لا. ثم الأسوأ من ذلك، أصعب موقف، أنهم وضعوا غلمانهم وسفهاءهم وبدأوا في رجم المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني بالحجار. يعني موقف عظيم جدا، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يعني والدماء تسيل من قدميه مجرد أنه عرض عليهم الدعوة فقط، حتى بعد الرفض. يعني شوفش عملوا بي، قال لهم أكم أنتم رفضتوا دعوتي، على الأقل أكتموا عني، قالوا سنفضح أمرك في قريش، حتى بيش يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. شوف قسوة القلب متاع والله سبحان الله، قسوة القلب متاع، حتى واجب إكرام الضيف اللي معروف به العربي حتى في الجاهلية رفضوا ذلك. بل الأسوأ إنهم ماذا فعلوا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يرجمون النبي صلى الله عليه وسلم حتى سالت دمه من أقدامه. هنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو هائم في طريق عودته يسمع جبريل عليه السلام قال فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فيها فإذا فيها جبريل، فناداني فقال
إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. يعني من شدة ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. فناداني ملك الجبال فسلم عليه ثم قال يا محمد، فقال ذاك فيما شئت. قال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني الجبلين والعياذ بالله يطبقهم على هؤلاء الناس الذين رفضوا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. لو فعل، يعني لو أمره النبي صلى الله عليه وسلم لفعل ذلك، ولو كان أمر النبي عليه الصلاة والسلام لكان ذلك قمة العدل وقمة أن يعاقبه. لكن شنية كانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا قمة الرحمة اللي بيجي نتعلمه منه. قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. شوف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد العذاب ذي كل يمشي هو والغلام متاعه للطائف يدعوهم فيرفضون الدعوة لا يستجيبون له، ثم يرجمونه صلى الله عليه وسلم. يعني نزلنا نتخيله رأوا الدين ذي لم يأتنا على طبق من فضة، بل إلا النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة الكرام من بعده لاقوا ما لاقوا، ثم بعد ذلك الدماء تسيل. اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. نظرة مستقبلية، ما فكرش في الحاضر فقط. موقفش النبي عليه الصلاة والسلام عند الموقف هذاك يا سي خليفة. زمن نفهمه إن السنة التاسعة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي بعد الحادثة هذه، كانت الإسراء والمعراج اللي سر فيها رب العزة جل وعلا على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم وثبته وثبت المؤمنين بعده، ثم كان الفرج الإلهي بإيمان أهل المدينة المنورة. يعني الإنسان يضعف والإنسان تصيبه حالات من التهاون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابه من يعبد الله لا يشرك به شيء. شوف القمة متاع الرحمة متاع النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدعو لهم ولا يدعو عليه. نعم، وها هي الدعوة شملت الجزيرة كاملة وأصبحت الطائف الحمد لله أكيد وانتشر الإسلام بطبيعة الحال بعد كان يعني فتح الطائفي. نعم. بعد فتح مكة كان ذلك في شهر شوال من السنة الثامنة لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام كان أيضا رحيما بالحيوان. طبعا احنا فما هذه جمعية رفق بالحيوان لعلهم يدعون ذلك ولكن أين من رحمة نبينا عليه صلى الله عليه وسلم بالحيوان. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش فوجد بئرا فشرب ثم خرج فإذا بكلب يلهث بجانب البئر خرج يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل قد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بي، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسق الكلب فشكره الله فغفر له. سبحان الله بهذا العمل، يعني عمل بسيط جدا. هو نفسه تقريبا الحديث متاع الرجل اللي من بني إسرائيل بينما كلب يطيف، يعني هو نفسه يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن هذا الرجل رحم حيوان، رحم الحيوان ذي وعاود نزل وشربه، فالله سبحانه وتعالى غفر له لمجرد هذه الحركة. والنبي صلى الله عليه وسلم يرحبنا ويحذرنا من فعل تلك المرأة التي حبست الهرة فلم ترحمها، يعني لم تجعلها لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. يعني نحن في حاجة إلى هذه الرحمة، صورها عديدة متنوعة لا يمكن للإنسان أن يحصيها. لعلي أذكر البعض، كنت تسمعني سخريفة قبل أن تذكر البعض سمحني شيخ شادي، الرجل هذا الذي سقى هذا الكلب من بني إسرائيل كما ورد في الحديث، أي انظر إحساسه حتى هو صحيح شفقة والرحمة الموجودة عنده، رحمة نحو حيوان سخفك الحيوان، لأنه هو قال
الرجل نفسه قال في نفسه قد بلغ هذا الكلب، الكلب من العطش مثل الذي كان بي. صحيح. احنا تو يرى ساعات انسان من القسوة يرى اخوه المسلم معناها ربما يحتاج الى رحمته، يحتاج الى رحمته ويحتاج ولا يرحمه، ولا يرحمه. صحيح. هذا رحم حيوان. نعم تفضل الشيخ. الموقف اللي ذكرته انت لعل نرى فيه بعض الخيال حتى في الحيوانات، ما مش ممكن، خاصة البعض اللي يهين الحيوان أو من يجلد الحيوان. أكرمكم الله بعض الناس اللي يقولوا احنا بين ظفرين الكرارتية وإلا اللي يحمل، يعني سبحان الله العلي العظيم يحمل فوق الحمار وإلا البغل يعني البضاعة الشديد ويركبه ثم يجلده. كثير من الناس سخريفة، صور مقززة نراها في المجتمع متاعنا سبحان الله، ومع ذلك لا يرحمهم. فما ظاهرة جديدة شيخ طوى هاي يعملوا فيها، يشريوا الأكباش باش ينطحوهم وتقع فيها مساقات، فهمتني؟ حتى فيه ليموت، فيه ليموت. صحيح صحيح. وهذا منهي عنه، منهي عنه، تعذيب حيوان، يعني التحرش بتاع الحيوان هذي نهانا عنه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه. كان تسمح لي قلت من صور الرحمة بين الخلق، وهذا احنا نحكيه على التراحم، هي صفة تزرع في المجتمع المسلمي الوحدة والتماسك. احنا مش نتعداو للتراحم بين العباد. أيوه. لكن التراحم. قبل ذلك عندي حديث نحب نزيد نقوله. فضل. بالله سمحني، في توصيات الرسول عليه الصلاة والسلام احنا نعرفوا اللي الشرع والدين آذل للمسلم باش يقتل الحيوان المضر. أيوة. مثلا كيف الكلب العقور. العقور. صحيح. وشرع الدين كذلك أن الإنسان يذبح الحيوانان ما كل اللحم. صحيح. كما نتاع الأضحية وكما غيرها وغيرها. هي. ومع هذا النبي وصى على هذا. على الرحم. فيما رواه البخاري أنه عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء. صحيح. فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. قمة التربية. نعم. منتهى الرحمة، منتهى الرحمة والتربية النبوية في علاقة الإنسان بالحيوان كيف يرحمه. نعم. يعني لهنا ليحد شفرته، احنا نقوله بالدارجة يمضيه وليريح ذبيحته، يعني التربية النبوية في علاقة الإنسان بالحيوان. تفضل سخريف. عندنا من سندخل التراحم بين العباد بطبيعة الحال، لكن قبل ذلك في عندنا في تيسير الدين. اليسر. اليسر. صحيح. اللي ربي اختاره لها الأمة هذه ويسر لها دينها، مثلا مش احنا ما كلفناش ربي بشيء يشق علينا. يشق. صحيح. حتى إذا كان فما مشقة في بعض الأعمال أو في بعض الأركان أو المأمورات لابد معها رخصة، إلى جانبها تلقى رخصة تيسرك العبادة هذيك. وعن القرآن العظيم هو رحمة زاد كذلك، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فهذا الكل. طيب إذن الشيخ الشادلي التيسير في الدين لكما أكيد من المظاهر دين يدعو إلى التيسير على الناس. نعم. في أمور حياتهم وأمور دينهم هي تجليات من تجليات الرحمة، يعني من مظاهر الرحمة وصورها أن هذا الدين العظيم هو دين الرحمة بالناس، سواء في حياتهم أو في معاملاتهم أو في تعايشهم جميعا. من ذلك دعوته إلى الرحمة بالخدم والعمال. ونحن الآن في شهر الرحمة، وخيال اللي عندهم شكون يخدم، هو صاحب مصنع وإلا هو يعني عنده أجراء، راهم صايمين كما أنت صايمة معاك، على الأقل أرحم بهم. صحيح. في الصحيحين عن المعرور بن سويد قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، يعني زوز، يعني لبس هو لبسه هو. فسألته عن ذلك فقال سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمي، إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفونه ما يغلبونهم، فإن كلفتموهم
فأعينوه. شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في المجال التشريعي هذي، يعني حتى إنسان أنت جبته يخدم معاك في عمل من الأعمال في منزلك، وقت اللي تكلفه ما تعطيوش ما يشق على نفسي، وإن كلفته فأعينه فأعينه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولى من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق بهم. والحديث أخرجه الإمام أحمد ومسلم. فمن أراد أن تصيبه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون فعليه أن يكون رحيما بهؤلاء الناس، يوسع عليهم، يعني يكلفهم بما يطيقون. هذا هو الدين الذي يدعو إلى الرحمة. من مظاهر الرحمة عديدة وكثيرة، منها الرحمة الإنساني بنفسه. مش معنى إنسان يرحم نفسه سخريفة، نحن رحمة المرء بنفسه أن يمنعها من كل ما يؤذيها من الأمراض والمهالك. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والآية ختمت: كان بكم رحيما. إذا كان ربي رحمنا وإحنا لهنا، نحب نذكر سخريفة نقطة هامة. كثير من الخيان أصحاب الأعذار والأمراض اللي يمتنع معها الصوت، رجاء التزموا بما أمر به وأرشدك إليه الأطباء. يعني الطبيب لهنا يا سخريفة وقت اللي يقول لك أفطر، راهو معناها أفطر. لماذا تشق على نفسك؟ لأن يعني تحدثت في المسألة هذه مع كثير من الخيان الأطباء. ثم شكون من الأطباء يقول لي راهو يعصيوني، أنا نقول أفطر وهو يصوم، أنا نقول أفطر وهو يصوم. أنت علاش تمشي للطبيب هذاك يا أخي مسلم؟ أنت تمشي له خطر عندك فيه ثقة. إيش بيه الطبيب هذاك يقول لك خذ حربوشة ما تاخذش اثنين؟ إيش بيه الطبيب هذاك يقول لك الحربوشة نصف النهار ما تاخذهاش في الليل؟ يعني أنت عندك فيه ثقة. ما دام عندك فيه ثقة والطبيب قال لك أفطر فوجب عليك الإفطار وامتنع في حقك الصيام. كثير من الناس يرهقهم الصوم، كثير من الناس قد يؤدي بهم الصوم إلى يعني أن تتعكر حالتهم الصحية إما آجلا أو عاجلا. بعض يقول لك السخريف يقول لك أنا أضرب روحي وأنا طبيب روحي، وهذا حديث مش صحيح. الطبيب وقت اللي ألزمك بالإفطار فوجب عليك الإفطار، وهذه رحمة ربي. المولى سبحانه وتعالى ينظر إلى نياتنا، وإحنا أخذنا النية في درس سابق. ربي رحمك وقال لك أفطر ويستحسن لك الفدية، لماذا تصوم؟ هذه سؤال الهام. أنا دي مرة كثير من الخيان وراهم في الجوامع يأخذ برخصة الجلوس في الصلاة ولا يأخذ برخصة الإفطار. يعني سبحان الله، حكيت مع بعض الأطباء سألته علاش علاش يصيب، الإجابة كانت صادمة بالنسبة لي. قال لي هو يصيم يحب يوهم روحه أنه ما زالت له القدرة والاستطاعة على الصيام وهو غير قادر على الصيام. يعني لهنا سخريفة أنت تاخذ، شوف الإشكال، أنت تاخذ برخصة التيام ما يسالش، تاخذ برخصة الجلوس ما يسالش. إخي الإله الذي رخص لك في التيمم وفي الجلوس في الصلاة هو نفس الرب والإله الذي رخص لك في الإفطار في رمضان. كثير من العائلات راهي تخاف من رمضان، تخاف على شنو؟ تخاف مك البو وإلا المرأة الكبيرة اللي تصر على الصيام وهي بعد العصر يبدأ الحالة الصحية متاعها ابتدت تتعك. يعني فضل سخريف، وكيف ما جاء إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب كما يحب أن تؤتى عزائمه. لنا فاصل إن شاء الله وسنرجع إلى هذه الحلقة بعد هذا الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من جديد. الشيخ الشادلي، لو تسمح نأخذ بعض المسائل الفقهية فيما يتعلق بشروط الصيام، ومن شروط الصيام القدرة على الصيام. صحيح. وكما جاء في كتاب الله تعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمن القدرة
مثلا فالصوم لا يجب الصوم على المريض. صحيح. ومن ومن في حكمه حكم المريض مثل الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة العجوز اللي مش ما يقدرش على الصوم بطبيعة الحال، والحامل والمرضع، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. بالنسبة للمريض، وإحنا أذكرت بكري الشيخ الشادي، أنت الإنسان يبدأ مريض والطبيب يقول له أفطر وهو يصر على الصيام حتى ربما للي يتعب فما ليدوخ فما ليهزوه العشية الاستعجال يجيوي عند العصر، فهمت؟ هذه تشبث بالصيام وبالشيء هذا في باله، هو يعمل في أجر ويتعب في ربي، ولكن يا ربي يتقبل منه، ولكن هو في الحقيقة ربما يكون عاصي لله تعالى، يعني ربي يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم بالضبط، وعلى كلمكم رحيمة حياتي نحب نأكدوا على النقطة هذه نخيل هذهم فصخري. المريض هذا يجوز بالجواز له الفطر في حالتين، إذا كان يشق عليه الصوم ويجهده، وإذا كان المرض يعرف بالتجربة أو المريض يعرف بالتجربة من نفسه أو بإخبار طبيب حاذق أن الصوم يزيد مرضه أو يؤخر برأه، هذا لهنا يجوز له الإفطار. متى يجب الفطر على المريض؟ لأنه يعني فرق، الجواز هو إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولكن في بعض الحالات يجب عليه الفطر. كنقولوا يجب عليه الفطر، فلو صام يأثم، يحرم ولحنا محرم، يدخل يدخل محرم يعني يأثم، معناها معناها والعياذ بالله يصوم ويتعاق. نعم، هذا شنو نحبوا نأكدوا عليه، هو يعتقد أنه يكون بعباد يقرب إلى الله. نعم، إذن يجب الفطر على المريض إذا كان يخاف على نفسه بسبب الصوم هلاكا، هلاك موت، أي موت، أو يخاف فقد حاسة من حواسه، ربما يتشل قدر الله ولا حواسه تتوقف على الحواس متاعه مثل حاسة السمع أو البصر أو غيرهما، وذلك لوجوب حفظ النفس. أكيد حفظ النفس في قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. رحيما صحيح. ولا يجوز الفطر للصحيح بطبيعة الحال لمجرد المشقة من الصوم، لأنه كنسان المشقة العادية مثلا ماشي إيه المشقة العادية، مش يصوم مش يجوع، مش يصوم مش يجوع مش يرق، لكن إذا أصبحت المشقة هنا أكثر من طاقته، معناها يمكن أن تصيبه حالة من الإغماء، ممكن حالة من الدواء، لهنا يولي يجوز الإفطار. من مشقة الناس كلها رأي تتعب والناس كلها يصيبها الإرهاق، وفي الإرهاق ذاك هو الثواب الموجود إن شاء الله. نعم، عنا كالمريض الشيخ الكبير، إنسان تقدمت به السن ولا يجب عليه الصوم على الكبير الذي يشق عليه الصوم، هذا كما كان أنس بن الإمام مالك، إمام مالك في آخر عمره يعني العامين التوالى ما صامش فيه وكان يطعم، حتى أنه قيل أنه جمع في السنة الأولى اللي افطر فيها بسبب الكبر جمع صنع فريدا وجمع إليه 30 شخص أطعمهم، لأنه يعني هنا يستحب له الإطعام. وكذلك في السنة الثانية يعني طبخ تقريب مرقا ومعه لحمة وشيء من هذا وجمع له، لأنه عليش لأنه غير قادر، غير قادر بسبب الكبر، عن المرأة بسبب الشيخوخة والمرأة المرضع. صحيح. كذلك لا يجب الصوم على المرأة الحامل أو المرضع الصوم إذا كان يشق عليها ذلك أو تخاف على ولدها، ويجوز لها الفطر. روى الترمذي وقال حديث حسن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى وضع على المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعلى الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام. وإذا أفطر المريض أو المرأة الحامل أو المرأة المرضع وجب عليهم قضاء الأيام التي أفطروها. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لابد من القضاء. ملاحظة سخريفة هنا، الفرق بين نوعين من المرض، فما مرض مفاجئ وفما المرض الدايم نسميه المرض المزمن ولا المرض العضال. هذا إنسان مريض في رمضان لبس عليه وعمل عملي افطر 3-4-5 أيام في رمضان، هذا وجب عليه القضاء مطلقا. نعم. هنا
بشرط أن لا يدخل عليه رمضان القادم. بالضبط. لكن إذا كان المرض متواصل معه يعني صيف شتاء ربيع خريف ما ينجمش يصوم. وإلا رجل كبير صحيح طبعا احنا في الربيع رجل كبير يقول لك أنا ما ينجمش نصوم في حتى وقت إيه كيفاش باش يقضي خليفة في الحالة هذه؟ لا قضاء عليه. لا قضاء عليه. إذن ماذا يستحب له في هذه الحالة؟ يستحب له الفدية. واضح. نعم. وإذا أفطر بطبيعة الحال قلنا ولا يجب على الكبير إذا أفطر وإنما يندب له أن يتصدق بمد من قمح، هذا كما جاء في الفدية، على عن كل يوم أفطره وليس بواجب إذا إذ لا يكلف الله نفسا إذا كان معدوش باش الفدية، هذا مستحب في شأنه الفدية. هنا سقط عليه كل شيء إذا كان يعني إنسان فقير، هو إنسان قلت لنا سخريفة اللي هو إنسان مريض بمرض مزمن لا يجب عليه القضاء ويستحب له الإطعام. نعم. هي الفدية. طيب إذا كان هو فقير وما عندوش، هو بالعكس يقول لك أنا في كل ليلة أنا ناخذ في العشاء. نعم. ناخذ في العشاء مع عند جاري فلان ولا جاري فلتان. هنا المولى سبحانه وتعالى بين لنا أنه لا شيء عليه. نعم. يعني لا صوم عليه لا قضاء عليه ولا فدية عليه. نعم. أنا قلت بكري الإمام مالك هو أنس بن مالك. هاي. وليس الإمام مالك هو الذي صنع الثريد وصنع الطعام حين تقدمت به السن وأفطر. عندنا المرأة المرضع يجب عليها الفدية إذا أفطرت بسببي لابد مع القضاء لابد لها أن تفدي فدية عليها, عليها القضاء. أيوة. عليها الأيام التي أفطرتها. أيوة. لهنا قدش فطرت لهنا وهذه إذا خافت على رضيعها. أيوة. يعني أن يدر أو أن ينقص لبنها لهنا، والمرأة لهنا المرضع هي من ترضع ابنها من ثديها وتخاف عليه تقول لك انا نخاف راني على صغيري لكن مش دخلوا لبن اصطناعي الى غير ذلك. هل يجوز للافطار؟ هنا ديما لاستشارة الطبيب يجوز لها ان تفطر ثم بعد ذلك عليها القضاء وعليها الفدية عن كل يوم افطرته. نعم. نختم بالمسافر لانه برشا يسحلوا ساعات وناس يسافروا فيها شروط كبيرة سخريف. فيها شروط وفيها توضيح برشا، لكن باختصار انا يعجبني في الامر هذا رأي الإمام مالك فضل. في السفر، وحتى أنه بعض طوى اللي يعتمدوا هو في صحيح. الأمر هذايا اندرا يقول لك أنا نسافر اندرا نفطر ولا نصوم ولا كذا وقتاش يجوزي باش نفطر وقتاش إلى غير ذلك. نعم. لأنه جاء في القرآن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعادة من أيام الأخر. هو بالنسبة للصوم لا يجب على المسافر إذا استوفى الشروط. أنا هي شروط الشروط هي أولها المسافة تكون مسافة قصر اللي قصروا فيها الصلاة. الصلاة اللي هي 80 كيلو فما فوق 84 تقريبا 84 مش ناخذوا هذه نقطة الأولى. نقطة الأولى ويكون نواة السفر وخرج من قريته قبل طلوع الفجر. بالضبط. يعني يبدأ السفر يخرج قبل ما يقول الله أكبر انتهى الفجر. يعني احنا نقولها بالعملية بسيطة سهل يلزم يغادر مناطق العمران قبل. نعم. ما يطلع عليه الفجر. هذه نقطة ثانية وهذا يكون خاص برمضان بطبيعة الحال. ويكون السفر مباح ليس محرم. مش ماشي ماشي شد الزور ولا ماشي بشي كما قال سيريدا في حصفارتا يعني هنا ماشي بشي يجيب مواد غذائية فما ناس تولي حرام هنا. فما ناس تخلط بين الحلال والحرام وكيف لا لا بيجوز لكش لا هنا لكن السفر متاعه غير مباح يعني السفر محرم فيحرم عليه الافطار. برشا ناس يقول لك كيفاش اخي لا لا لازم يكون هو باش يجيب بضاعه والبضاعه هذه باش يحتكر فيها. بالضبط باش يحتكر فيها. والا جاب بضاعه محرمه هنا في الحاله هذه وهو صايم لا يجوز له الافطار. ثم ان يكون مده الاقامه نتاعه اقل من 4 ايام حتى يجوز له الافطار. اش معنى اقل من 4 ايام؟ يعني اقل من 20 صلاه. لكن إذا كان توفرت فيه الشروط سخريف ما هو الأفضل؟ هل الإفطار أفضل صحيح. أم الصيام أفضل سخريف؟ هذاك علاش قلت لك بكري فما رأي الإمام مالك صحيح. الإمام مالك هو يعجب الكثير. احنا في الاختيار ندرى يصوم ولا يفطر شنو الأفضل؟ جاء في حديث للبخاري يعطينا الجواب هذا أن حمزة بن عامر الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير السفر
حمزة هذا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. والصوم في السفر أفضل، هذا شو يقول الإمام مالك، أفضل لمن لا يشق عليه الصوم، يكون كصوم أفضل، لكن لو أفطر يجوز جائز لقوله تعالى: وإن تصوموا خير لكم، يعني عند فقد المشقة خاصة في السفر. وبطبيعة الحال هنا كان عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس يفطران ويقصران، يعني قصر في أربعة مردد بالضبط. يعني هنا نحب نوضحه أنه يجوز له الإفطار ويرخص له في الإفطار، كما يرخص له في تقصير الصلاة. أنا هي الصلاة اللي قصر فيها السخريفة هي الصلاة الرباعية. إيش معنى الرباعية؟ اللي هما الظهر والعصر والعشاء. قداش مش تتصلى في السفر؟ صلى اثنين فقط، صلي ركعتين ويسلم. نعم السخريفة. بطبيعة الحال إذا خرج المسافر نهارا قلنا بعد طلوع الفجر وأفطر فقد أساء على ما عليه الجمهور، وعند المالكية قولان في وجوب الكفارة عليه وعدم وجوبها. هذايا بالنسبة لبعض اللي خذيناه فيما يتعلق برحمة ربي سبحانه وتعالى في التشريع. نعم. في الجانب الرحمة خاصة في الجانب التشريعي، ونحن الآن في شهر الصيامي تحب نرجع لمظاهر الرحمة والتراحم بيننا. نعم. ونحن في هذا الشهر. نعم. هي من مظاهر عديدة، من مظاهر الرحمة بالأبناء، وما أحواجنا وأقرب الناس حاجة إلى الرحمة هم أبناؤنا الذين هم يتودد إليهم الإنسان ويرفق بهم. فقد روى البخاري ومسلم عن بريدة عن قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هو عند أبي هريرة، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحد أو أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. هذا حديث عظيم جدا، يعني كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يبث فينا أن يرحم، أن نرحم بأبنائنا. كذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ يعني وكانها جريمة، فما تقبلونهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ما أملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمة. الإنسان مطالب أنه يرحم بأبنائه وأن يلطف بهم وأن يستجيب لرغباتهم بقدر استطاعته. فروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. سبحان الله العلي العظيم. كذلك روى أحمد: من كن له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. يعني هذا من رحمة ربي بينا، إذا كان الإنسان أعالى أبنائه وسعى عليهم ثم بعد ذلك كان بهم رحيما. كذلك في النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا قال أسامة بن زيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحب بن الحب سيدنا أسامة بن زيد اللي هو ولد سيدنا زيد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب سيدنا زيد وكان يحب ابنه أسامة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى، سيدنا الحسن بن علي كرم الله وجهه، ثم يضمهما ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. ثم سبحان الله العلي العظيم، شوف لطف النبي عليه الصلاة والسلام بهذين الصغيرين. من رحمته كذلك تتجاوز رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبناء الأمة بصفة عامة. شيخ الشيخ فضل سخريفة في رحمة الأب الأبناء بأبناء، أي وقت يرحمهم وهو يكون ملتصق بهم ويرحمهم وهم صغار،
هذول مش يرحموهما أكيد ويساعدوه وقت يكبروا أيوة. ويعيشوا هك الحنان الأبوي يعني وقت المحبة كيما أنت عملت رأوا بالضرورة آه. بالضرورة ما غرسته في أبنائك هم الذين يعني اللي بيشتقها نهار ياخد يعني كما أنت رحمت صغارك فأنت مطالب برحمتك بوالديك أقرب الناس إليهم أحوج الناس إلى الرحمة والشفقة والإحسان هو بر الإنسان بوالديه الحديث اللي ذكرناه في حلقة في عقوق الوالدين أي. اللي قال له هذاك جاء يشتكي ابنه آه. وبعد الابن قال له رو أساء إلي أبي في اسمي وخير أمي وكذا وقال له عمر التفت إلى الوالد إلى الأب صحيح. قال له أنت لقد عققته قبل أن يعقد يعني وأسأت له قبل أن يسيء إليه يعني هنا برشا موجودة هنا يغرس في ولده قلة الرحمة النفور أيوة وقل القسوة إلى غير ذلك سبحان الله العلي العظيم يعني كيفاش أنا لهنا ما نتعاملش مع أبنائي وإلا ما نتعاملش مع أبائي بابا وامي وإلا صغاري نتعامل معهم بالرفق واللين صحيح الحزم موجود والحزم مطالب به وخاصة نحن في الوقت هذا لكن أكل الرأفة والرحمة بالدين خاصة أكيد تجوله هنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياه الرحمة بالوالدين عظيمة وكبيرة جدا ويقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا ترحم ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما آه. الأبو والأم في حاجة لرحمتنا تو وخاصة إحنا تو في شهر الرحمة هما بحاجة إلى اللطف واللين في المعاملة وعدم القسوة توسع بالك معاهم أي توسع بالك مرة واثنين وثلاثة هي أكثر من ذلك تستجيب لطلباتهم تستجيب لطلباتهم يعني هذه مظاهر رحمتي أنا بوالدي لابد أن تكون لي وشوفك الحديث سامحني شيخ شادلي وقت يقول الرسول ليس منا من لا يرحم صغيرا ولا يوقر كبيرا أكيد هنا العلاقة صحيح. التواصل بين أي. الأجيال اللي يقولوا هنا النفور بين الأجيال أو تراحم سخليفة هنا بين الأجيال تراحم لأنه الصغير في حاجة للرحم صحيح مازال ضعيف يحتاج لمن يرحمه والكبير أيضا ضعيف يضعف صحيح. الإنسان فما عادش مدارك العقلية ما عادش تكون كيف مكان خفت ونقولوا لذلك علاش وتكثر صحيح وسع بالك معه ويتغشش فيه ينسى. ممكن ينسى نعم. وحتى البعض شكون بعض الأمراض اللي قلت أنت يستخلي فينسى ويطلب منك ويولح الأب لهنا نحكيه على الوضع الحالي اللي احنا نعيشه في مجتمع متاعنا يطلب منك استجيب له يطلب منك باش تونس وتقعد بحذاه ولو هذا من أبر الأعمال يعني أذكره مرة من طبيعتي أني كنت والدتي رحمها الله كنت نخصص يوميا بعد المغرب مباشرة قبل ما نمشي الجامع الكبير نمشي نزورها ثم مرة من مرات السورة مش تختم مش يختم السورة الشيخ منذر وكنت بعد ما طليت عليها قلت لي أقعد بحذي شوي ولاحظت أني تحبني نقعد بحذي لكن انا كنت حريص على لا 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 ختم السور خرجت صدقني سخريفه خليتها متغشى حز في نفسي مش نمشي للبلاصه ولا لاني نحب لكن العمل هذا ما عنديش عذر انا نعرف روحي اني ما عنديش عذر في المساله هذه لانني كنت ارتكبت ذنبا رغم انك مش تقولي انت هاك وعندك ماشي راك باش تمشي تصلي باش تمشي للجامع باش تمشي كذا فما بالك بمن يترك والده فما بالك بمن يترك والدته فما بالك عنا في مجتمع متاعنا والمولى سبحانه وتعالى لا يستجيب لابن يعق والديه ووالديه والعياذ بالله واش مازال له ما يستجيب له شرب من 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 رحمة الإنسان بوالديه أنه يدعو لهما من رحمة الإنسان بوالديه يقول أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا فيقال باستغفار ولدك لك يرحمهما الإنسان بالدعاء إليهما ففي صحيحين عن عائشة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر
قالت تصدقت عنها؟ قال نعم. يرحمهما الإنسان يرحم والديه بقضاء دينهما وبقضاء نذرهما. يعني الرجل الذي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته المرأة تدعو إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال أقضوا. فدين الله أحق بالوفاء. شوف التربية اللي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في علاقتنا برحمتنا بوالدينا. كيف يمكن الإنسان أن يكون رحيما بوالديه حتى بعد وفاتهما؟ السخريف الدعاء لهما ثم إكرام صديقهما ثم كذلك صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. يعني من جهة بوك عندك عمك عندك جدك من جهة بوك، من جهة أمك عندك خالتك عندك خالك وعندك جدك، حتى الصديق متاع والدك إذا وقفت له وسألت عنه ودعوت له فهذا مظهر من مظاهر الرحمة بالوالدين. وربي قال هذا أمر وقل ربي ارحمهما. يعني أنت مش تدعي لوالديك بالرحمة، مش تستنى. يلا سخريفة وإحنا نحكيه على مظاهر الرحمة، هذه هذا درس علمني إياه شيخي شيخ طيب ربي يبارك في عمره. تقريبا آخر مظهر من مظاهر الرحمة، آخر مظهر من مظاهر الرحمة بوالدينا عندما يتوفى أحدهما أن تتقدم أنت للصلاة عليهما أو عليه. يعني أنا نقعد بهت ودرس هذا، كيفاش أنا والدي متوفي أو والدتي توفيت والناس يصليوا على والدي وأنا واقف قاعد نستنى حتى اللي تكمل الصلاة وأنا قاعد نبكي؟ هذا أول مظهر من مظاهر حقوق الوالدين. لكن الإنسان يحب يودع والده اللي توفى وإلا والدته اللي توفيت، آخر مظهر أنك أنت تقف للصلاة عليهم، صلي أنت بالناس، تستأذن على في الجامعة في جامعة التوفيق ولا غير ذلك، وفي العادة يتقدم الإمام. لكن أنا بنستأذن الإمام راني نحب نصلي على باب ويأذن لك. آخر مظهر من مظاهر الرحمة ومظاهر البر بوالد.